الزواج المبكر ولماذا يجب عليك أن تتزوج في سن صغير؟ هسه ممكن تنتقد وتحكي والله يا أخي أنت مثالي زيادة عن اللزوم، والله يا سيد يونس أنت عايش في مجتمع وردي لحالك، شكلك مش عايش معانا على الأرض، مش عارف الوضع الاقتصادي، مش عارف الوضع الاجتماعي و و و و إلى آخره. لا يا حبيبي أنا عارف، وأنا الكلام اللي بحكي لك إياه مطبقه في حياتي. السلام عليكم، أنا سائد يونس. أصدقائي، عودتكم في هذه القناة وفي طرحي باستمرار أني أنا بعطيكم الأمور كما هي، الحقيقة كما هي، بدون مبالغات، بدون تبهير وبدون لف ودوران وبصراحة. فلذلك حبيت أنوه من البداية. وشغلة ثانية، عودتكم أنه دائما بعطيكم أشياء عملية، بحكي عن أشياء عملية وتجارب شخصية أنا مار فيها. محدثكم تزوج وعمره 22 سنة ورزقت بطفلي الأول يامن وأنا عمري 23 سنة، فأنا عارف بالضبط عن إيش بحكي، هذا من تجربة شخصية ومدعوم بدراسات وآراء علمية، فتابعوا معي حتى النهاية، لا تسكروا الفيديو بنصه حتى تكتمل عندكم الأفكار والمعلومات، وبعدين شو بدكم تعملوا فيها هذا يرجع لكم أنتوا، أنا ما إلي سلطة عليه، بكون وصلت الرسالة وبلغت والباقي عندكم أصدقائي. أثبتت الدراسات العلمية أصدقائي أنه أفضل سن للزواج هو من بداية العشرينات إلى منتصف العشرينات، وتحديداً من عمر 22 إلى 25 سنة. الآن لما ذكرت في بداية الفيديو لماذا يجب عليك أن تتزوج في سن صغير، أكيد أنا بعني هذا السن وسن العشرينات. ما بنحكي أبداً عن زواج القاصرين والقاصرات، زواج تحت 18، هذا يعتبر أصلاً زواج أطفال وقد يعد جريمة ضد حقوق الإنسان وضد الإنسانية. الآن أنا ما رح أدخل في التفاصيل المجتمعية والعادات والأعراف، أنا الآن بدي أحكي لكم من ناحية علمية، بخاطب زي ما قلت، بخاطبك أنت اللي بتشاهدني وأنت اللي بتشاهديني. من أبرز وأهم فوائد الزواج المبكر هو أنك أنت بتكون قادر أو بتكون عندك فرصة أكبر لإيجاد شريك حياة أكثر توافقاً مع سماتك الشخصية ومع قيمك. يعني إذا بتلاحظوا عادة اللي بتزوجوا في هذه السن هم بيكونوا زملاء في الدراسة على الأغلب، سواء في الكلية أو في الجامعة، فبالتالي الزواج في هذه البيئة أنت قاعد تحكي عن ناس عندهم قيم تقريبا متشابهة، عندهم اهتمامات وتوجهات متشابهة، فهذا بيساهم أنه الزواج لو تم في هذه المرحلة يكون أكثر نجاحا ويكون اختيار شريك الحياة في هذه الحالة أكثر صوابا. السبب الثاني هو أنه بعطي الزوج والزوجة فرصة أنهم يكبروا مع بعض ويدخلوا في مرحلة الثلاثينات مع بعض، ويكون أيضا عندهم الخبرات مجتمعة والطاقات مجتمعة كذلك. في عنا قناعة سلبية للغاية ومدمرة في مجتمعاتنا بتقولك أنا بدي أكون نفسي في البداية وبعدين أتزوج. طبعا هذه القناعة ممكن الواحد يفهم أنه هي دافعها اقتصادي بحت، الشاب مش قادر أو يشعر أنه هو مش جاهز اقتصادياً للدخول في مدرسة الزواج، وبالتالي بيضل يأجل، وهو يعتقد والشاب أيضاً تعتقد أنه أنا ممكن أوصل لمرحلة معينة، أنا كونت نفسي، اتخرجت من الجامعة مثلاً، عندي شغلي، عندي حياتي الخاصة، فبالتالي أنا صرت جاهز للزواج. طبعاً اللي بفكر بهذه الطريقة ينسى أو يتناسى إنه الزواج هو أكبر وأفضل مدرسة ممكن تعلمك إنك تكون نفسك، تعلمك حسن إدارة حياتك وحسن إدارة أسرتك، وتساهم أنك أنت وزوجتك مع بعض الاثنين مشتركين في تكوين أنفسكم، وهنا بالتأكيد بيكون عندكم فرصة أنه تتطوروا مهنياً وأكاديمياً وأنتم متزوجين. يعني الزوج والزوجة بيدعموا بعض، ممكن يكملوا ماستر، ممكن يكملوا دراسات عليا، ممكن يسعوا وراء تطورات مهنية ووظيفية مختلفة. فهنا إحنا بنحكي عن تيم، عن فريق قاعد يشترك في إدارة الحياة مع بعض، وهنا أكيد بيكون فرص النجاح أكبر، وبتكون فرصتك أنك أنت تحقق دخل مادي أكبر فرصة أفضل، تكون فرصتك أنك أنت تحقق تطور مهني واجتماعي وأكاديمي أكبر، لأنه ببساطة أصدقائي تعاون الزوج والزوجة مع بعض بيساهم أنه الفوكس تبع الأسرة والفوكس تبعهم متوجه في طريق واحد، فهذا بيوحد طاقاتهم، بيبعدهم عن القيل والقال وعن الأمور المجتمعية اللي ما إلها داعي بمجتمعاتنا، فبالتالي إحنا منركز بنجاحنا بداخل أسرتنا الصغيرة، بندعم بعض، منساعد بعض،
ممكن حتى نعمل الريسيرش مع بعض، ممكن نأسس بزنس مع بعض، نفتح شركة صغيرة، أعمال منزلية مع بعض. الفرص بتكون كثير كبيرة لما إحنا نفكر بزواج في مرحلة مبكرة، ومنفكر بالزواج إنه هو فرصة لتكوين ذاتنا مع بعض، مش أنا أدخل الزواج وأنا مكون نفسي. الواحد لما يكبر بعد سن معين بتكون أنت تعودت على حياتك كما هي، تعودت على أشيائك، على بيتك، على مخدتك، على سيارتك، على صحونك، على كاساتك، صار عندك أشيائك ومملكتك الخاصة. بيكون صعب جدا عليك بعد هاي المرحلة أنك أنت تدخل إنسان جديد على مملكتك الخاصة وتشارك معه هذه المملكة. فبالتالي لما إحنا نتزوج بسن مبكر بيكون أفضل إلنا أنه نبني مملكتنا مع بعض وبشكل مشترك. أيضا من الأسباب الهامة والخطيرة جدا في موضوع الزواج المبكر أنه بيضمن لك صحة نفسية وجنسية أكبر. كل تجربة عاطفية وعلاقة فاشلة بمر فيها الإنسان أكيد تترك أثر نفسي قد يدوم لسنوات طويلة، وقد يرافق الشخص طوال فترة حياته إذا ما كان عارف يتعامل معها بشكل علمي وواعي. فبالتالي لما أنت تتزوج بسن مبكر بتكون اختصرت على حالك عناء التجارب الكثيرة الفاشلة، وضمنت أنك أنت خلاص مركز في حياتك، زوجتك، أسرتك، مركز في نجاحك، مركز في سعادتك. فهذا بيضمن لك صحة نفسية أكبر، وعلى الجانب الآخر أيضاً بيضمن لك سعادة وصحة جنسية أكبر بكثير من أي شخص آخر غير متزوج. في اعتقاد عند بعض الشباب أنه أنا والله ما بدي أتزوج صغير، بدي أعيش حياتي، وعادة بيقصد أنه بده يعيش حياته، بده يتعرف على كل من هب ودب، وبده يعمل تجارب عاطفية وتجارب جنسية قبل ما يتجوز. الدراسات العلمية بتحكي لك أنه الشخص المتزوج أكثر سعادة جنسياً بمراحل من أي شخص آخر قاعد بيعمل علاقات عاطفية مختلفة أو علاقات جنسية مختلفة مع شركاء مختلفين، لأنه الفوكس عندك أنت بيكون على العاطفة، على الكونكشن العاطفي، بتزيد الانتيمسي، بتزيد الحميمية داخل العلاقة الزوجية. فبالتالي بتلاقي إذا في اتفاق وتوافق عاطفي داخل الأسرة بين الزوج والزوجة، بتلاقي أنه موضوع المتعة الجنسية قاعد بيزيد مع الوقت، مش يتلاشى ويضمحل مثل ما في اعتقاد عند بعض الناس. فهنا أكيد بدنا إحنا الوعي لما نتعامل مع هذا الموضوع بين الزوج والزوجة. ولكن المتزوجون أكثر سعادة جنسية بمراحل من غير المتزوجين أو من الأشخاص اللي بتزوجوا بفترة متأخرة، لأنه إذا أنت بتتزوج بسن مبكر أكيد بيكون لسه الطاقة الجنسية عندك في أوجها، بتكون حميت حالك من مشاكل لاحقة كثيرة، حميت حالك من التفكير والهموم إلى آخره، ومثل ما ذكرت في بداية الفيديو بتكون أنت ركزت بنجاحك، تكون عندك فرصة أكبر تركز بحياتك ونجاحك وتقدمك ضمن هذه الأسرة وضمن المملكة المشتركة اللي قاعدين تبنوها سوا. لاحظ أنه الأشخاص اللي بيأخروا زواجهم بيكون التأخير عادة سببه أنه أنا أبحث عن الشخص المثالي، أبحث عن فارس الأحلام، أبحث عن أميرة حياتي. الآن لما يبلش يقترب من الثلاثينات أو يعدي الثلاثينات حتى ويقرب على الأربعينات، بحس أنه الوقت مش لصالحه، أنه القطار بلش يفوته. فبالتالي قرار الزواج عادة بيكون لشخص يعتقد هو داخليا أنه مش توقعاته، لا يلبي توقعاته وطموحاته السابقة. بيكون هو يعتقد أنه أنا تزوجت شخص أقل مما كنت أتوقع وأتأمل، وبالتالي بتكون حياته أقل سعادة. بيكون هو يحكي عن زواجه أنه مش زواج سعيد للغاية. أثبتت الدراسات أنه الأشخاص المتزوجين يعملون بجد أكبر وهم أقل عرضة للإدمان، سواء نحكي عن إدمان تدخين، مخدرات، مشروبات كحولية إلى آخره. والسبب بسيط وواضح، لأن الإنسان مجرد ما تزوج الآن ارتقى في الوعي، صار ينظر لنفسه أنه هو موقع مسؤولية، مسؤول عن بيت، مسؤول عن أسرة، عن زوجة، بيكون مركز أكثر في نجاحه العملي والمهني حتى يدعم سعادة أسرته، أو حتى يوفر مستلزمات الأسرة ووفر لأسرته الحياة الكريمة. تقول الأسطورة أن الإنسان الذي يتزوج بسن مبكر يفقد متعة وفرصة استكشاف الحياة، ببطل قادر أنه يسافر، لأنه الزواج هو قيود وسجن وتكبيل لحرية الإنسان.
الآن إذا أنت بتؤمن بهذه الأسطورة، اسمح لي أقول لك إن هي محض خرافات. الزواج هو من أكبر وأجمل الفرص اللي أنت ممكن تحصل عليها في حياتك لاستكشاف هذا العالم، ببساطة لأنك لما تعمل الأشياء كفريق أنت وزوجتك مع بعض بتكون أجمل، بتكون أنت قادر أنك تستمتع فيها بشكل أكبر. وأحكي لك، أنا شخصياً سافرت على دول وعلى مناطق أكثر بكثير بعد ما تزوجت مما سافرت قبل ما أتزوج، وكل رحلة جديدة نعملها حتى مع وجود الأبناء هي رحلة في غاية المتعة، وهي مغامرة جديدة في غاية المتعة والجمال. لأنه إحنا ننظر للزواج على أنه حرية إضافية، ننظر للزواج على أنه فرصة لاستكشاف هذا العالم مع بعض، إحنا بندعم بعض، بنقوي بعض، نظرتنا للعالم بتكون مختلفة، وتجربتنا في الدول اللي منزورها وفي الرحلات بتكون أيضا مختلفة وبتكون أكثر جمال. بعد الزواج يزيد دخل الفرد من 50% ل 100%، تخيل يعني بتضاعف دخلك. الآن لا تسأل كيف، أنت عليك بالسعي، والله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق، وهذا فعلا من تجربة. اسأل أي إنسان متزوج حتى لو كان متعثر ماديا قبل الزواج بيقول لك يعني ما بعرف كيف رب العالمين يسر لي وكيف الرزق إجاني. فأنت لا تشغل بالك كثير بموضوع الرزق، ولكن ركز أنك تسعى، ركز على السعي، وركز أنك تعمل الموجود والمتاح في متناول يديك الآن. أيضا من إيجابيات الزواج المبكر انك انت بيكون عندك فرصة اكبر لانجاب الاطفال بسن مبكر وتربيتهم، بتكون قادر انك تتفاهم معاهم بشكل اسهل، لانه فرق السن بينك وبين اولادك مش كبير. لما احنا بنحكي عن فرق 25 سنة على سبيل المثال، الجيل الواحد هو 40 سنة، فتقريبا انت وابنائك بتكونوا من نفس الجيل تقريبا. وما اجمل انه تكون علاقتك مع ابنائك هي علاقة صداقة. تربية الابناء مش مهمة سهلة، ومحتاجة سهر ومتابعة خصوصي في السنوات الاولى، ومحتاجة أيضا وعي كبير وتعلم مستمر. فبتكون فرصتك أنك تنجح في هذا الموضوع أكبر لما أنت تعمله، تنجب أطفالك وأنت في سن صغير، لأنه لسه بتكون عندك طاقة أنك تسهر، أنك تتابعهم، أنك تتعلم معهم. وهذا أيضا بيعطيك فرصة ذهبية أنك تلتقي بأحفادك بسن مبكر، فأيضا بتكون قادر تستمتع بالحياة مع أحفادك. الآن لما تأخر زواجك لبعد 30 أو بعد 40، وبالتالي يتأخر إنجابك لهذيك الفترة، بتكون أنت قاعد بتأجل مسؤوليات كثيرة في حياتك لفترة زمنية قصيرة محصورة، وهنا بيزيد العبء عليك في تلك الفترة. يعني إذا أنت أنجبت أطفالك في سن 40 فما فوق، أهلك أيضا كبروا محتاجين رعاية، أنت محتاج ترعاهم، وما بيكونوا قادرين يساعدوك في تربية أبنائك على الأغلب. بالتالي بيكون عندك أنت مسؤولية الاهتمام بأهلك، والدك والدتك، ومسؤولية الاهتمام بأبنائك الصغار، والآن تجمعت عليك متطلبات الحياة في ذلك السن. مثل ما ذكرت أصدقائي في البداية، موضوع إيجابيات الزواج المبكر موضوع كبير جدا لا يسعنا تناوله في فيديو واحد، ولكن حبيت أنا أسلط الضوء على هذه القضية الهامة جدا اللي باعتقادي يعني هي من مفاتيح السعادة ومفاتيح الراحة في مجتمعاتنا. وللأسف مجتمعاتنا الآن قاعدة تسعى أنها تدفش هذا الموضوع، تأخر الزواج، تحط متطلبات زيادة، تحط أعباء إضافية على الزواج، فصار الزواج بالنسبة لكثير من الشباب هو عبء وليس فرصة، صار مؤرق، فكرة تؤرق الكثيرين. ولا تنسوا أنه إحنا كبشر إلنا حاجات نفسية وحاجات عاطفية وحاجات غريزية جنسية، فأنت لما تأخر هذا الموضوع وتكبت العواطف لدى المجتمعات قاعد بتساهم في انتشار الأمور السلبية. إذا بتلاحظ في بعض المجتمعات هناك انتشار كبير للشذوذ الجنسي على سبيل المثال، هناك انتشار كبير للعلاقات خارج إطار الزواج، هناك انتشار كبير حتى للانتحار، وهناك تفكك أسري، وهذا بينعكس على المجتمع ككل بشكل سلبي. أنا حكيت اللي عندي في هذا الفيديو، والآن إجا دوركم أسمع منكم في التعليقات. يا ترى متزوجين ولا لسه؟ بعد هذا الفيديو هل تشجعتوا انكم تتزوجوا بسن مبكر؟ يا ترى لو تزوجتوا انتم في سن مبكر ما هي تجربتكم؟ شاركوها معنا في التعليقات. ولو كنتوا من اللي تزوجوا بسن متأخر ايضا شاركوا معنا شو هي ايجابيات هذا الموضوع وسلبياته. بالتأكيد أي شيء له ايجابيات وسلبيات، ولكن احيانا احنا بدنا نوازن حتى نشوف بحياتنا أينما تغلب الإيجابيات على السلبيات نتخذ القرار بهذا الاتجاه ونتوكل على الله، وهذا المهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أنت مستعد للصدق شاركني رأيك
وتابع معي في الفيديوهات القادمة، لأنه رح نطرح مواضيع حساسة للغاية تمس حياتنا الشخصية وحياتنا المجتمعية وسعادتنا، وهذا الأهم، لأنه غاية وجودنا في هذا العالم أن نعيش بسعادة ونستمتع، حتى نكون قادرين أن نعبد الله عز وجل على أكمل وجه، نعبد الله عز وجل من منطلق الشكر، منطلق الامتنان لنعمه والاستمتاع بهذه النعم. إذا أنت تتبنى مدرسة الحياة التعيسة، مدرسة الحياة الصعبة، أوكي، هذا قرارك الشخصي ولا نتدخل به، ولكن إذا أنت تنضم إلينا في صناعة وصياغة المجتمع الذي نطمح أن نعيش فيه، حياك الله، أهلا وسهلا فيك. لا تنسى تشترك في هذه القناة وتكبس على الجرس الصغير اللي جنب سبسكرايب حتى تظهر لك الفيديوهات أول بأول، وأنا أعدك أنه استمرارك معنا رح تلمس الفرق بحياتك الشخصية، رح تلمس الفرق في تطويرك لنفسك، والقادم أجمل وأروع بإذن الله تعالى. أصدقائي، إلى أن نلتقي في الفيديوهات القادمة، نشوفكم على خير بإذن المولى عز وجل. تحياتي سائد يونس.